اختارت القسام بمنتهى الذكاء أن يتم التسليم في هذا الساحة، في ساحة فلسطين، لتقول أنا لا أزال أملك إرادتي وأملك حرية اتخاذ القرار بغض النظر عن المناطق. سلمتك في أقصى الجنوب، سلمتك في خان يونس، وأسلمك الآن في ساحة فلسطين. الساحة وصلتها قوات الاحتلال أكثر من 3 مرات وكانت تجبر على التراجع منها. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל.